مشات لتيون وصلت لعمر وعراب لعبها اللي فادت من لاحمد الشنشوف. الشنشوف يتقدم الشنشوف يعطيها الشنشوف يلعبها وسام الغريب العرضيه بات الراسيه تدخل الدفاع تجسيد ارضيه بين يدي الحارس بين يدي الحارس تيون الصين لعبها وريد ابو نكا يلعب بشكل سريع في اتجاه سليمان قراق وحيدا بعيدا عن بقيه اللاعبين من يوصل الكره لسليمان قروك غير موجود الى حدود اللحظه حتى العمل اللي يقام بالنسبه للمغرب التطواني بان بانه العمل يركز بشكل كبير على المنظومه الدفاعيه لانه لاحظوا بانه لا محمد المقعاسي ولا يوغن مدر في فيو مبيدي يحاولوا مع امكن دائما ما يعني يركزوا على الجانب الدفاعي وفي المقابل يتناسون الشق الهجومي هو اللي اهم بالنسبه لفريق المغرب التطواني خصوصا بعد تسجيل الهدف اللي كان من طرف فريق اتحاد طنجه من خلال الجديد جونيور مباي. انتبهنا تدخل يقول الحكم خطا لفائده فريق اتحاد طنجه وشوف معي الهدف لمسه جميله يسكن في شباك رضا بولا.